نبقى ويا موضوع الكهرباء، وخلي نتعرف على عدد ساعات التجهيز الكهرباء في بعض من مناطق مدننا. أول شيء نروح إلى العاصمة بغداد، نروح إلى زيونة، عدد ساعات التجهيز 8 ساعات فقط. نروح للعظمية 10 ساعات فقط. أما منطقة الكرادة 12 ساعة. وأخيراً الشعب 8 ساعات. انتقلتنا الآن إلى مدينة أخرى هي الموصل، ونروح تحديداً إلى منطقة النبيشيت، الكهرباء هناك 14 ساعة. ومنطقة حي الوحدة 14 ساعة أيضاً، يعني الكهرباء مستقرة بالموصل وهي المولدة إذا أكو غاز. نروح للبصرة إلى منطقة حي الجزائر 8 ساعات تجهيز كهرباء. والجمهورية 16 ساعة. نروح إلى كركوك والكهرباء هناك تقريبا مستقرة، في حي القادسية يجهزوهم كهرباء 16 ساعة باليوم. ومنطقة حي العمل الشعبي أيضا 16 ساعة. ونروح إلى بابل، الكهرباء هناك مو زينة. روح إلى منطقة الجامعة 6 ساعات فقط يجهزوهم بالكهرباء. ومنطقة الجمعية أيضا 6 ساعات. تشوفون الكهرباء مو زينة في بابل. مدينة السليمانية نروح إلى منطقة توميليك، الكهرباء توميليك الكهرباء هناك 24 ساعة، الكهرباء مستقرة بالسليمانية. ومنطقة باختياري أيضا 24 ساعة. كانت هذه عدد ساعات تجهيز الكهرباء في بعض من المناطق الموجودة في مدننا. نتمنى إن شاء الله الكهرباء تتحسن بالأيام الجاية، لأن الحر لا يطاق هاي الأيام. قبل الختام دائما نذكركم بطرق التواصل على المواقع الاجتماعية، ونبدي مع صفحة الفيسبوك، هذه صفحتنا الوحيدة والرسمية، وأكيد ويانا صفحتنا الوحيدة والرسمية على تويتر، وأيضا كيك